اليوم هاولي كيفاش اليوم نروح شوف انت هادو اللي راهم يجرو تحسب لك سيدي جورناليست ما فوتوك شوف شيخ سي با دي جورناليست هادو غادي يريد نشوفوها غير عندنا بصح راني نطرح لك سؤال نطرح لك سؤال سي سندوك باسكو مانيش منظمين سامحني دابا يونس نحن غطينا خارج الوطن صدقني يونس حسين في المباريات تلقاها حتى 300 مصور داخل ارضيه الميدان لكن في الكاميرا ما تشوفهمش يا يونس حسين او من المنظمين كل مصور عنده مكانه مخصص ليه حنا نشوفوا بعد تسجيل الهدف الناس قاعده تجري اي بصح اليوم لي من تولي شكون اللي عطى لهم التسريح باش يدخلوا الملعب اليوم او هنا اليوم هاد الصحفيين هادو اليوم عندهم تسريح طبعا عندهم اوتوريزاسيون ياك اكريديتاسيون اعتماد من طرف الرابطه دونك كي تشوفوا هكذاك مي اليوم اليوم ميم فيزافي دي مولوديا ولا فيزافي دي لا ما نشوف كل معلومه فاحنا عامه نتكلموا عامه من هو على بالك بلي اون اكسيت لي سيبورتور ما هذيك طريقه تاع لي جورناليست يجريو مور اللاعبين لما يسجلوا الهدف ليكيب ادفيرس هذيك سوا لو مولوديا ليون كيسات سوا لو سي ار بي ليون كيسات اون فا لي زيكسيتي طبعا سا فو دير حنا من هذيك لا سين اللي شفناها اون فا كريي دو داخل الانسيدون كيفاش تخرج من هذيك لا رياكسيون تاع لي جورناليست اللي راحوا يجروا مور اللاعب اللي سجل الخصم ما يقبلهاش يونس فتيسان بين سيبورتور ما يقبلوهاش قال عباس نمشي مع عباس باش نصح لك فقط ليس بصحفيين هذوما باش نتفاهموا كاين ربما تلقى اثنين او ثلاثه اليوم تقول لي ماشي صحفيين بصح كي تشوفهم بجيلي واش تقول هادو شكونهم ماشي صحفيين بصح حبينا أغلبية تاعهم يا رضا يا رضا دقيقة لما أغلبية تاعهم أنا دي فوا أنا نشوفوا لي زانفلونسور لي زانفلونسور بالهاتف تلقاها مور لي بوا جورناليست اللي لازم يكون ما يعطونوش الاعتماد مانيش نحمل المسؤولية للرابطة روح معك بعيد روح معك وما تحملش المسؤولية للمسؤولية تاع الملعب يا يونس فتيسان سامحني لا ماشي تتكلم على الملعب رضا عباس لما نقول روح معك بعيد انت عندك مقابله مثلا ديربي بين مديريه العاصمه واتحاد العاصمه انت تحتاج تبعث زوج صحفيين او ثلاث صحفيين او زوج مصورين هو يفرض عليك انك يعطيك اعتماد تاع صحفي فقط ومصور فقط بالمقابل تلقى الناس انت باش تروح تخدم تلقى صعوبات تلقى ناس ما عندهم حتى علاقه بالاعلام تلقاهم في ارضيه الميدان تلقاهم في المدرجات الخاصه بالاعلام لي من تولي يا وسيم لي من تولي اليوم لي من تولي اليوم لو ريسبونسابل تاع ستاد لي ريسبونسابل سون بليزيور يا يونس فتيسان سامحني ها ولد عباس يقول لك ما يبريزونتيش ما يدخلش دقيقه يونس فتيسان انا نقول لك روح معك بعيد ولد عباس حسين جنات انا صارت في بعض الامور تشوف مثلا المنصه الخاصه بالصحفيين صدقني ما تلقاش فيها صحفي ها ولد عباس حسين جنات يقول لك شوف انا من هذه الصحفي هذه شكون يتحمل المسؤوليه صحفي يتحملهاش ما يتحملهاش المسؤول تاع الملعب شكون يتحملها ما يتحملهاش لما تجيب نتايا نوتوريزاسيون توري له باللي عندي نوتوريزاسيون يخليك تدخل كيما نقولوا لا تريبين اوفيسيال ولا لا تريبين دو بريس ولا التيرا كاين امور انا دوك انا نشوفو يا اخي دوك هذو لي زانفلونسور مانيش طايح عليهم تلقاه يصور روحه وهكذا الوغ كنت جورناليست ما تقدرش انا عاد بالله من كلمه انا عندي بزاف ما راحش للسطاده والله غير بارد ميسيون تاعي وكارت دو بريس وبالاعتماد كي تروح للتريبين دو بريس تلقى ناس غرباء والله ما عندهم حتى علاقه وما عندهم حتى اورد ميسيون يقعد لك في التريبين اونجليزي وانت جورناليست تروح ريح تحت اليوم هذا الاجراء اللي داروه الرابطه انا مع هذا الاجراء لكن في نفس الوقت حتى لي زورغان دو بريس لازم يلعبوا ثاني الدور تاعهم ما يبعثوش نيمبورت كي ولازم ننظموا